يلا طلاب، صباح الخير. شرح محاضرة الأحياء المجهرية النظري مرحلة ثانية وزاري، حسب هاي اللي مالت الكورس الثاني، اللي يتم من الكورس الثاني امتحانه ضمن 15 محاضرة، تمام؟ اللي هي الانتريك جرام نيجاتيف رود، رود العصويات، الجرام نيجاتيف السالب رسوب الجرام الانتريك المعوية يعني تصيب الأمعاء. ريتريتشا كولاي، شو ريتريتشا كولاي؟ أول شيء هي جرام نيجاتيف باسل عصويات سالبة، خوش هسه هي عصويات، عصويات نفس الشيء، تمام؟ فاوند وين موجوده؟ اسك كومنسال ان ذا انتستينال تراكت، انتستينال تراكت القناه الهضميه. كومنسال يعني متعايشه، يعني هاي البكتيريا اللي موجوده هي شغلها غاد، يعني مو اصابه، مو مرض، يعني هاي مو مرضيه، تمام؟ اذا هي متعايشه، احنا نسميها نورمال فلورا، طبيعيه، تمام؟ they are also ايضا referred، يشار اليها، referred يعني يشار اليها coliform اور انتريك بكتيريا. الكوليفورم المتعايشه او الانتريك بكتيريا، الكوليفورم يعني قولونيه، انتريك بكتيريا يعني معويه، نفس الشيء، لانه هي مكانها بالامعاء، بس هي شنو؟ كومنسال نورمال فلورا، طبيعيه، يعني مكانها هنا، عندها شغل هنا، مفيده، خوش. ايروبيك وفك ايروبيك هوائيه، فكوليتيف يعني اختياريه، ان ايروبيك لا هوائيه، اذا هي هوائيه وبكيفها باختيارها تكون لا هوائيه. 37 سيليزي غرو تنمو ريدلي بسهوله على السمبل ميديا، الاوساط البسيطه، السمبل البسيطه. فيرمنت تخمر، وايد رينج، وايد رينج يعني واسع، اوكي، من الكربوهيدرات، كربوهيدرات هواي تخمر، خوش. اكوردنج حسب اللاكتوز فيرمنتيشن، فيرمنتيشن تخمير اللاكتوز، هي ذي كلاسيفاي، تصنف انتو حسب تخميرها لللاكتوز، تصنف الى انواع. اول شيء اللاكتوز فيرمنتر، مخمره اللاكتوز، فيرمنتر مخمره اللاكتوز، هاي فرمنتيشن تخمر اوف ذا لاكتوز تو بروديوس، حتى تنتج، هاي تخمر لنا اللاكتوز وتنتج شنو؟ بينك كولونيز، مستعمرات ورديه، بينك ورديه كولونيز مستعمرات، خوش. طبعا مثل من اشريتشيا وانتروبكتر وكليبسيا، اذا ثلاث امثله، خوش، على مخمره اللاكتوز. النن لاكتوز فرمنتر، الغير مخمره اللاكتوز، يقول لك هي سالمونيلا وشي قله وسيريتيا وبروتياس ويرسينيا، تمام؟ وهي دونوت فيرمنت، يعني تخمر اللاكتوز، هي لا تخمر اللاكتوز، اند فورم وتشكل بيل كولونيز، بيل يعني شاحبه، كولونيز مستعمره، مستعمره شاحبه. ليت لاكتوز فيرمنت، ليت يعني تتاخر بتخمير اللاكتوز، هي تخمره بس بطريقه متاخره او وقت متاخر، يعني تاخذ وقت. بس المثال شي قله سوني، خلاص تمام. هنا الاوكسيديتف، طبعا احنا نعلم جاي نسولف على الاشريتشيا كولاي، متفقين؟ الاوكسيديتيف نيجاتيف، هي ما الاكسده نيجاتيف طبعا، لان هي تخمر، ما دام تخمر ما تاكسد، لان التخمير والاكسده واحد عكس الثاني، فالبكتيريا اللي تخمر او موجبه للتخمير هي سالبه للاكسده، ما تاكسد، مستحيل، فهي النيجاتيف اوكسيديز، هاي مهمه، فحص الاوكسيديز، الاوكسيديز هي نيجاتيف، تمام. سم ار موتايل، بعضها متحركه، اذا اقول له سم بعضها لازم يطيني منه هي البعض، اذا ما اطالي فما نحفظ. فصم بعضها موتايل متحركه، مثل من؟ طبعا يعني بعضها متحركه اكسبت ما عدا الشيقله والاكليبسيه، ذن غير متحركات. اما الباقي شبي؟ متحرك، لان بعضها متحرك ما عدا، خوش. البايل تولرنس، تحمل الماده الصفراء، تمام؟ جرو تنمو ريدلي بسهوله على البايل سالت، على الاملاح الصفراء. لذلك انه هي عندها تحمل للماده الصفراء، لانه هي تنمو على الاملاح الصفراء، وهي مهمه، خوش. سم اوف ذيم، بعضها يوريز، بس منو هن البعض؟ ما قايل لي، ختولي. سم اوف ذيم بروديوس هايدرو، منو الصم؟ ما قايل لي. سم اوف ذيم ديكاربوكسيليز، منو هن؟ ما قايل لي. سم اوف ذيم، فذني ما دام قايل للصم وما ذاكر لي منو هن الصم، مثل هاي ذكر لي فلانه وفلانه، فهذا يحذف كله، خوش. فيرمنت جلوكوز ما علاقه بها، ريديوز تقلل النترات، اها كلها تقلل النترات الى نتريت، كلهن يقلل النترات الى نتريت، وهاي مهمه، خوش. نن كبسول ما بيها كبسوله اكسبت ما عدا الكلبسيه، يعني كلهن ما بيهن كبسولات، بس الكلبسيه بيها كبسوله، واضح؟ خوش. انتروبكتر بوسس فيريتي اوف انتيجين، بيها مختلف الانتيجينات، اول انتيجين اسمه انتيجين او اللي هو الجسمي او السوماتيك، ثاني انتيجين الاج اللي هو الفلاجيلر الصوتي، وثالث انتيجين الكي اللي هو الكبسولر، خوش؟ تمام. هذني ثلاث انتيجينات موجودات بها. نجي
المن هسه تريد شوكولاي، تريد شوكولاي اول شيء هي جرام نيجاتيف رود اي اسمها ايضا عصويه تمام، اتس مو تايل متحركه. ليش؟ لان هي بيها البريتيكاس فلاجيله، الفلاجيله صوت بريتيكاس محيطيه، الاصوات المحيطيه بها تمام، اذا هي متحركه ليش نون موتايل، هاي متحركه لان بها اصوات محيطيه تمام، ما له علاقه بها سام سترين مي. اها بعض ايش اسمه السلاسل مطين المثال، لا ما مطين مثال ختولي. اها سام سترين زليتد، اها مطين مثال بولي سكرات كبسول، ايضا ما مطين مثال ما له علاقه به. اذا قال الصم بعضها متحركة يا هي بعضها، اوكي شو يجيب لي بالامتحان؟ شلون يقول لي بعضها متحركة فراغ؟ شنو الفراغ؟ شو تبي؟ اذا هذا مو سؤال نعبره خوش. نون سبور ما بيها ابواق تأشرها، نون ليس سبور ابواق يعني ما بيها ابواق خوش. تدوق لها كان ختولي. جروث اوكر اوفر وايد رينج تمبرشر، اها الجروث النمو اوكر يحدث اوفر وايد بشكل واسع رينج معدل تمبرشر حرارة من 15 إلى 45، إذا هي الحرارة مالتها واسعة بمعدل من 15 إلى 45 وجه على ما أخذ راحتها خوش. السبيسيفيك فامبريا طبعا ستركتشر الهياكل مال من؟ مال هذا اللي هي الاتريتشي. السبيسيفيك فامبريا، الفامبريا شنو؟ الأهداب الخاصة. أول شيء هي أدهجن، شغلها شنو؟ أدهجن التساق فايسوليت، تسهل أدهيرنس التساق بمن؟ بالميوكوزال سورفيس بالسطح المخاطي. اذا شنو شغلها هاي الفايبريا الاهداب؟ تلتصق بالسطح المخاطي خوش. والايكولاي بوسس تمتلك اربع انتيجين اتش او كي اف خوش. الاتش اللي هو الفلاجيلر هيت اند الكحول ليبل، ليبل يعني يتحطم او يدمر او يخاف من الكحول والحراره خوش. وابريزنت موجود على الفلاجيله على الصوت وجينس سبيسيفيك ما نغرض بيه، وبريزنت موجود كمونوفيسيك تمام، مونوفيسيك يعني احادي خوش. والاتش 75 انتيجين هاز بي ريكوجنايزد، ريكوجنايزد المعروف يعني هذا الاتش منو هواي عندنا اتشات، اتش يجوز عندنا اتش 1 واتش 5 واتش 10، منو اكثر واحد معروف؟ اتش 75 اكثر واحد معروف. الاو اللي هي السوماتيك الجسميه هيت ستيبل مستقره للحراره، هناك ما مستقره كانت الاتش، هاي الـ O heat stable وresistance تقاوم البويلنج الغليان. أكر تحدث on surface على سطوح of outer membranes الغشاء الخارجي، هاي مهمة surface سطح outer خارج membranes الغشاء an integral part أهم من علاقة بيها. هسه الـ O من المعروف الـ 173 antigen recognized يعني هو المعروف، الـ 173 O recognized، أما الـ H كان اسمه 75 H هو المعروف. السي الكبسولة هيت ليبل تتحطم بالحرارة تمام، ليبل هيت ليبل. والأنتيجين هذا وين موجود؟ الانفلوب على الغلاف، ذاك موجود على السطح هذا موجود على الغلاف خوش. البويلينج الغليان ريموف يزيل الكي أنتيجين. انهبت تثبط الفايجوسايتوزيس يعني تمنع لنا البلعمة، إذا تجي الخلايا البلعمة تريد تاكل البكتيريا هاي تمنعها، اذا تمنع البلعمه هاي البكتيريا. والكي اكثر واحد معروف 103 انتيجين ريكوجنايزد معروف. الاف هيت ليبل اذا تتحطم بالحراره. برسنت موجوده ان فامبريا، هذا الاف موجود بالاهداب. والمعروفات شنو؟ الكي 88 كي 99 انتيجين ما اعرف، المفروض يكتب اف 88 اف 99 هاي تاكدونا منها، هو جاي يحكي على الاف هسه شنو كي 88 خوش. هذا كله يحذف، نجي لهنانا، نجي لهنانا طلع راح اخلص لا كله راح اخلص. نجي لهنانا different protein toxic toxic سموم، البروتينات المختلفه عندنا هواي سموم للايكولاي مثل من؟ مثل الفي تي اي اس تمام، اللي هو اللي ايضا يسمى الاس تي اي الاس تي اي اس هذا اسمه الثاني. وين موجود؟ بارتكولاري بشكل خاص، بارتكولاري يعني بشكل خاص موجود بالاو 157 والاتش 7 هذني الفي تي اي اس تمام، والاس تي اي اس موجود على هذا الانتيجين وعلى هذا الانتيجين مهمات تمام. وهي امبورتنت كوز هي مسبب مهم المن للدياريا، اذا ذني يسوون الاسهال مسبب مهم للدياريا تمام خوش. بعد ايش عندنا؟ الاتش يو اس ايضا هذا هو سم، السم الاول في تي اي اس، السم الثاني اس تي اي اس
طبعا إذن هنا فيهن نفس الشيء، وموجودات بالأو 157 وأت 7 ومهمات بالإسهال، والسم الآخر هو أتشو أسدن كل الإيكولاي. بعدين نطيل مجموعة من السموم. أول سم الإي بي إي إس هو إنفانتل دياريا، يجي لي بالإسهال مال الأطفال، إنفانتل أطفال دياريا إسهال، وهو نون إنفيزيف غير غازي ما يغزو الجسم. الثاني الإي تي إي إس هو ترافل مال المسافرين، دول اللي سافروا من دولة دولة ممكن يصيبهم هذا البكتيريا، هو دياريا وهم نون إنفيزيف هم إسهال يعني. الثاني الإي آي إي إس كوز يسبب ديزنتري لايك أولنس، مرض لايك يشبه ديزنتري الزحار الأميمي. خوش الإي آي إي إس ووتري دياريا اللي هي إسهال سائل without fever بدون سخونة، ذني نحفظهم كمان، ذني كلهن اللي هن سموم. خوش تمام. الباثوجينيسيس الأمراضية مال الإي كولاي most infection أغلب الإصابات except ما عدا النيونيتال مننجايتز اللي هو السحايا مننجايتز يعني سحايا النيونيتال مال الأطفال، أنت الجاسترونيتيز والتهاب الأمعاء ما عدا ذني أغلب الأمراض most أغلب infection الأمراض ما عدا ذني are endogenous داخلية يعني endogenous that is E. coli at a part of the patient normal microbial flora are able to establish إنشاء infection when the patient أها حلو. أول شيء يقول لك كل الإصابات ما عدا ذن الثنين كلهن endogenous ما عدا ذن الثنين، هاي المعلومة خلصة. المعلومة الثانية يقول لك الإي كولاي هي بارت هي جزء من البيشنت المرضى اللي عندهم نورمال مايكروبال فلورا، إذن هي نورمال فلورا بكتيريا طبيعية موجودة عندك وعنده وعند كل الناس. خوش زين ليش تسوي إصابة عندنا؟ غير مفروض طبيعية ما تسوي إصابة، هي أيبل قادرة على استبلش إنشاء إنفكشن إصابة ليمت وين؟ حينما البيشنت المريض ديفنس الدفاعات مالته آر كومبرمايزد عنده تثبيط مناعي أو عنده عوز مناعي، إذا عندك عوز مناعة هاي البكتيريا الطبيعية اللي هي مفيدة لك البنطق ممكن تسوي لك إصابة. فبايتر يقول لك هي نون إيش اسمه ما بيها إصابة ما تسوي نون إنفكشن، شلون تسوي إصابة أو ليمت؟ تقول له بالعوز المناعي بالكومبرمايزد ديفنس الدفاعات سبيل كومبرمايزد تثبيط أو قلة أو عوز مناعي تمام، أو سوبرشن تثبيط الإميون المناعة تمام، والتراوما طريقتين أما بتثبيط المناعة وأما بالتراوما يسوي إن الإصابة مال الفلورا تمام. وش تمام أها. الكلينيكال فيتشر علامات سريرة غاسترونيتيس التهاب الأمعاء يورينري تراكت انفكشن الإصابة مال الجهاز البولي السبسس تسمم الدم والمننجايتس السحايا. خوش نقلب ورق خلصنا ما بتشخص هذا النكلاوات بعد هنا الأوصاف. طبعا تشخيص المختبري أهم شغلة طبعا تشخيص المختبري بالإيكولاي إذا على البلد أجار على عدل إذا على البلد أجار فهي مويست رطبة وقري رمادية تمام، وإذا على الماكونكي أجار فهي سموث ملساء ورطبة وسيركولر دائري. دير بالك هاي الملساء كانت ما موجودة هنا ففرق لي. الهيمولايتك نون هيمولايتك يعني جاما هيمولايتك، طبعا احنا عندنا ثلاث انواع من الهيمولايتك الفا وبيتا وجاما. جاما هو اللي ما يصير عنده تحلل فنسميه جاما هيمولايتك او نون هيمولايتك ماكو تحلل تمام. خوش خوش تمام تمام. هنا قلنا هاي انه هي سموث ملساء ومويست رطبه. خوش اللون بينك وردي فلات مسطحه تكون دي ار لاكتوز فرمنتيشن وتخمر اللاكتوز. هاي منو؟ هاي على البلد اجار الايكولاي. طبعا هسه الايكولاي على الايوسين مثلين بلو على الاي ام بي هذا وسط حلو مرتب اسمه ابن عائله يقول لك جرين ميتالك شين كولونيز ار فورمد. طبعا شين لامعه فورمد متكونه كولونيز مستعمرات ميتالك معدن جرين اخضر لمعان معدني اخضر. خوش الايكولاي بايوكيميكال كاركتر المميزات البايوكيميائيه هي جلوكوز ولاكتوز ومالتوز ومالتوز فيرمنت تخمر ذني كلهن. من نسوي تحليل مال تخمر فهي تخمر كل ذني وش تطينا اسيد وغاز. خوش طبعا وهي موجبه للاندول لفحص الاندول هاي الايكولاي بهذا الوسط وموجبه لفحص المثيل وموجبه لفحص البروسكور وموجبه وسالبه لفحص العفو سالبه هنا وسالبه لفحص الستريت ولا تنتج اليوريز يعني سالبه وسالبه لل H2S وموجب للموتير تيست لفحوصات التحرك تمام وخلصت. الحمد لله والشكر. طبعا هاي المحاضره الثانيه بالاحياء المجهريه مرحله ثانيه.